أخبار اليوم. هنبتدي نعمل دلوقتي لفة طرحة للبنات اللي مش بتحط دبابيس خالص. طالع موضة مؤخرا الانفينيتي سكارف اللي هو مقفول من كل حتة متخيط من جميع الاتجاهات، يعني هو بيبقى كده. انا بحطه كده على الراس والحتة اللي متبقية معايا دي. قدامي اكتر من حل، يا اما هاخدها كده وابتدي ارفعها كده على جنب، احط فيها هنا دبوس واحد، اوكي، ممكن اخده اعمله كده وارجع اثبته تاني برضو من غير ولا دبوس، وبيفضل ثابت معايا لان هو ليكرا وبيبقى محسسني كده ان انا فريش شويه، مفيش حاجه خانقاني، مش خانقه نفسي بدبابيس كتير، وخصوصا ان انا بلاقي مؤخرا بنات كتير جدا الدبوس عامل لها علامه كده في رقبتها، شكلها مش لطيف. فلو انت من الناس اللي بتتاثر بالمعادن لما بتحطي دبوس، فانت ممكن قوي ان انت تستعملي الانفينيتي سكورف ده وتخلي الحته اللي عند الرقبه دي ما فيهاش اي دبوس، وكمان تكوني لابسه حاجه هاي نيك عشان رقبتك ما تبقاش باينه.